けるのは嫌だ。オートラ翼に負けるのはもうたくさんだ。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة وايز دريم تيم. جمعة مباركة للجميع، وحياكم الله في حلقة جديدة من تحاليل وايسية. وعندنا اليوم الدريم كولكشن أو مجموعة الحلم أوي، وعندنا سنتانا القديم الأخضر جالا هيدن. فيلا خلونا نشوف إيش عندنا من تحاليل اليوم. طبعا عندنا أوي دينامو بوب وويف عندها مهارة الفريق، لاعبو نوادي أوروبا كل إحصائيات 16% أو لاعبو نوادي أخرى 7%. عندنا بعد مهارة خاصة حقتها أنه يزيد نسبة طاقة حقتها 20%، يعني جميع طاقاتها داخل الملعب راح تزيد 20% كحد أقصى كل ما كثروا لعيبة النوادي الموجودين في الملعب. طبعا هو يلعب وسط ويلعب محور، عنده السمنة 1251، مرة كثير، مرة كثير، حرفيا يلعب لك يعني مباراة كاملة مع شوطين إضافيين وما عنده أي مشكلة. عنده كرة منخفضة جيد جدا، وهذا طبعا غير مهم جدا في هذا الأوي. طبعا أنا ما جبت طاقاته العادية، جبت طاقاته فقط 20% على طول، لأن اللعب هذا ما ينفع إلا إذا حطيته بفريق نوادي فقط، غيرها ما ينفع تماما، ما ينفع تمام. فهشوف طاقاته، طاقاته هجومية 16765، الدفاع 24689، البدنية 19874. فاحنا بنركز على الدفاعية والقوة البدنية. طيب عندنا التدخل 8477، جدا عالي. الاعتراض 8386، ليش عندك اعتراض عالي قوي قوي لو سمحت؟ ليش عندك اعتراض برا عالي؟ مو طبيعي. القطع عنده 7126، واحصائياته داخل الملعب تعتبر جدا عالية، كلها فوق ال 11000. البدنية طبعا عنده سرعة 6600، قوة 6000، واسلوب 7263. طبعا اوي هذا هو يلعب محور ووسط، فيعني الهدف الرئيسي من اللاعب هذا هو انه يتدخل ويقطع الكرة ويمررها فقط، لا اكثر ولا اقل. يعني لا يسدد، لا يراوغ، ولا يعترض بعد. حاليا لا يعترض، بس عندي فكرة له في الاعتراض، بقول لكم اياها ان شاء الله اذا شفت الكسور. تمام، فهذا بالنسبة لآوي الأحمر، لعب يعني قوي جدا صراحة في خط الوسط والمحور، وهذا اللي حاليا لعيبة النوادي يحتاجونه. طيب بالنسبة للكسور حقتها، زي ما تشوفون عندنا ثلاث أنواع من الكسور، عندنا الزرقاء وعندنا الحمراء وعندنا الخضراء، فأنا بتكلم عنها واحدة واحدة. الكاسة الزرقاء تقول لك 25 سرعة وأسلوب، ومعلش 25 سرعة وتدخل، 16 أسلوب، 17 قطع، و17 تمرير. هذه الكسرة تعتمد أن يخلي أوي جدا سريع، ويعتمد على تدخل حقه أكثر، وبنفس الوقت يقدر يقطع ويقدر يمرر، ولكن تمريرات القطع ما راح يكون ذاك القوة الكبيرة، بس بيكون عنده سرعة كبيرة في الملعب ويقدر يتدخل على الكرة براها. طيب بالنسبة للكسرة الخضراء، تمام، هي 25 قطع تدخل أسلوب سرعة، وهذه قطعة يعني صريحة جدا أن أوي يكون فقط يدخل ويقطع فقط، يعني تمرير حقه ما راح يكون مرة قوي، ولكن راح يكون يعني وسط دفاعي، دفاعي بحت بحت جدا. يعني اذا اخذت كوره حاول انك تتخلص منها بسرعه، علشان ما يكون خط الوسط قدامك يقدر ان يقطع الكوره منك، لانك ما كسرت التمرير. معنا شوف، معنا التمرير حاجه ترى معقول، ترى مش يعني مره واطي، بالعكس معقول جدا. طيب بالنسبه للكسره الحمراء، هي كسره وسطيه دفاعيه وسطيه، شو اسمها اللي يسمونها يوتيليتي، يعني يكون ممتاز انه يناول الكور ويقطعها بنفس الوقت. هو 25 تمرير، 25 قطع، و25 اسلوب، و25 سرعه، يعني التدخل ما راح نعطيه شيء. وها في هذه الكسره راح تعتمد كثير على انك تقطع الكره وتمررها، تمام، وبنفس الوقت تكون جدا سريع انك تلحق الكره، ويعني واي واحد يمرر من بعيد يقدر، او انك مره سريع انه يكون يجي في نص الكره ويقطعها بتدخل ال الاوتو حقه. فجميع الكسور هذه ممتازه، كلها ممتازه، كلها يعتمد عن انت ايش تبيه يكون في الملعب. تبيه يكون يدخل ويقطع مره عالي، تبيه يكون لا، تبيه يكون يمرر اكثر، تبيه مثلا يكون شويه تمرير ومعه برضو تدخل عالي وسرعه عاليه. ف يعني كل هذه الكسورات يعني ممتازه جدا جدا ممتازه، وما في واحده منها غلط، كلها على حسب انت ايش الكور اللي انت الحركات، معلش الحركات اللي انت مستثمر فيها، وايش الحركات اللي انت تقدر تعطيها. مع الناوي ترى يجي يعني جاهز، مخلص جاهز، عنده تمرير وعنده مراوغ وعنده قطع وعنده تدخل، يعني حرفيا جاهز. اللهم انت يعني
شوف انت ايش ممكن او انت ايش ودك يكون في الملعب. يعني ممكن مثلا اعطيك مثال. طيب انا مثلا عندي شافي وعندي بيكون عندي ان شاء الله اذا يطلع القوي بيكون عندي في خط الوسط شافي على اليمين او على اليسار. تمام شافي ما عنده جسم ما عنده حركات دفاعيه قويه كثير عرفت ما عنده الا فقط قطع. فانا اشوف انه حلو انه مثلا قوي يكون عنده تدخل اكثر لان ما ودي انه يكون لاعبين عندهم قطع ويكون اي واحد عنده مراوغه قويه يقدر يراوغ. لا ابي يكون عندي شويه تنوع في خط الوسط. فعلى حسب انت خط الوسط مين عندك تقدر انت تعرف هل تخلي كسر التدخل ام قطع ام شويه قطع شويه تدخل وشويه تمرير على حسب انت واللي تشوفه مناسب لفريقك حق النوادي. طيب بالنسبه للحركات هو يجي بحركات يعني جاهزه تمريره ملعب 455 اس قطع باب انويفي اس 450 ويجي عنده قطع دفاع باب انويفي اي و يعني جاهز عنده تمرير عنده قطع عنده تدخل يعني حتى ما يحتاج اضيف لاي حركه. ولكن اللي عنده حركات تقاطع بابا انويفي انا حاطه اس هي 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 اي اصلا تمام وهذا اس انا نعكسته حاطه اي فوق اي تحت. المهم باب قطع بابا انويفي معروف انها اي وضغط بقوه شديده اللي هي اس. طيب فانت الحين تقدر شو تسوي؟ تقدر تعطيه زياده قطع بابا انويفي اكستريم هذه بتفيدك كثير لانك يعني راح يكون عندك قطع جدا جدا قوي اكستريم تمام وصحيح انه يستهلك طاقه بس انت طاقتك اوريدي يعني عاليه جدا ممتاز. وزيد زيد زيد عليها بعد انك ما تحتاج انك تخسر كور اس اس ار على القطع باب انويفي اس الاكستريم راح تغنيك يعني لفتره مره طويله. فهذا اول شيء. ثاني شيء يعني انا انصحك انك تحط ضغط بقوه شديده بدال الدفاع باب انويفي او تخليها على الجنب بعد يعني ما يفرق صراحة. في الأخير أنت عندك مكان إضافي فممكن تحط ضغط بقوة شديدة اللي هي تدخل S من مهرجان الحلم حق قوي وبيكون عندك كذا ثلاث حركات S وهذا شيء طبعا عادي جدا للقوي لأن قوي عنده استامينا جدا جدا عالية فما في مشكلة أنك يعني يكون عندك حركات لها استهلاك استامينا عالي. الشيء اللي حاب أضيفه أنا زيادة أنه بعدين طبعا اكيد راح ينزل نسخه قويه من تسوباسا برشلونه تمام ف اذا نزل تسوباسا برشلونه فتقدرون تضيفون على اوي هذا ال1 2 حق تسوباسا واوي وكذا راح يكون مره ممتاز تضيفونها بدال دفاع باب انويفي اي فكذا راح يكون عندك مثلا خلينا نفرض ان تسوباسا موجود راح يكون عندك تمريرات ملاعب قاعد باب انويفي اس قاعد باب انويفي اي اكستريم طيب راح يكون عندك بعدين ضغط قوه شديد ويكون عندك اخر حركه اللي هي تمريره 1 1 2 مع توباس. وبالنسبه لي الهدن حق اوي الهدن حقه صراحه جدا جدا عجبني عنده تقصيفة تسكون 50% واو لعبوا النوادي كلهم 2% اخيرا. انا كنت يعني اول ما شفت اوي يعني اعلن عنه ما كان مكتوب انه هدن فانا تحسفت ليش لازم هدن يكون معه 2% للنوادي لانه مره يحتاجون فعلا اعطانا 2% للنوادي وهذا شيء مره ممتاز جدا. وعند لا يتساقط لا يتاثر بتساقط الثلوج ويلغي 2% من الاقفال الذي توضع عليه في على مهاراته وعنده 80% قطع تلقائي في منطقه خط الوسط. حط هذه خطين في منطقه خط الوسط تمام. فالهدن حق اعتبر شوف انه يعني هدن جدا جدا ممتاز يخدم نفسه ويخدم من حوله من فريق النوادي. اوي يعني لاعب مهم جدا للناس اللي بيلعبون فريق النوادي غير عن كذا لا تفكر انك حتى تروح وراه. اللاعب الاخر اللي هو سنتانا سنتانا طبعا نسخه قديمه ونزل لها هدن جديد. طبعا سنتانا هذه غيره فقط اللي هي المهاره الفريق حقته صارت لاعب النوادي كل احصائيات 12% فهذا يعني يفتح لنا بوابه انه يقول يعني انك ممكن انك تحط اللاعب هذا ضمن فريق النوادي الحالي الاوروبي ولكن ما راح يجي الا فقط 12.77% بس اذا طبعا بتحط هذه المهارات الفريق. ولكن هذا يفتح لنا بوابه جديده ان لعيبه النوادي الاخرين اللي بيجون من ساو باولو ممكن من اليابان ممكن نصهم راح يكون عندهم هذه نفس الاحصائيه هذه اللي 12% للاعيبه اللاعب النوادي. فانت كذا تقدر انك تسوي فريق فعلا يسمى فريق الاحلام تجيب لعبة نوادي من اليابان من أوروبا ومن أمريكا الجنوبية وحطهم كلهم بفريق واحد ويكون قوتهم تقريبا 36% وممكن بعد في المستقبل راح يكونون 8 أو 39%. طيب
بالنسبة لطاقات طبعا طاقات عادية جدا زي ما تشوفون 19 17 18 التسي 7112 مراوغة 6223. ملاحظة ان عنده التمرير والقطع والتدخل عاليين صراحة كلهم فوق 6000 والسوب فوق 6000 والسرعة 6000، هذا شيء غريب شوي صراحة. ولكن احصائياتها بالاخير هي احصائيات عادية في الملعب وليست يعني شيء يقولون واو، ولكن اللي يخليه على فكرة شباب هذا الهدن ترى أقوى من الفست على فكرة، يعني أنا أشوف أن هذا الهدن الأخضر أقوى من الفست بمراحل كثيرة، والسبب التالي السبب أن الهدن حقه يساعد الفريق كله كامل يساعد نفسه، والمهارة خاصة حقته تزيد قوة الشوتة 35% يا شباب 35% شيء ترى مو طبيعي. المومنتم إذا زاد 35% يعتبر قوة الشوت عند سانتانا مع كامل بفاته أقوى من الفست مع كامل بفاته. انتهينا، هذه خاصين منها وهذا انا حاسبها. طيب بالنسبه لي الكسر حدود حقه طبعا كسر صريح جدا، تسديد قوه مراوغه السرعه ما فيها كلام. مهمه اللاعب طبعا انه هو هداف، يعني اهم شيء انت شوت بس حرفيا اللاعب هذا شوت وانت مغمض. طيب هو عنده تسديد النسر الذهبي اس 440 قوته وعنده مخدع سنتانا 315، تقدر تعطيه التسديد السريع الطائره الذهبيه اس قوتها 465، تبع طبعا ثاني اقوى حق شوتا لا ثاني لا ثالث اقوى شوتا اللي سنتانا. تمام. طبعا ممكن تعطيه ال 490 اللي مع سوباسا، ولكن تحتاج سوباسا يكون معك في الملعب، فاذا نزل سوباسا ساو باولو وبتدخله مع سنتانا هذا فيفضل انك يعني تحط شوتا اللي مع سوباسا افضل من هذا الشوت. طيب اما الان تعطيه تسديده سريعه الطاره الذهبيه وتعطيه قطع متدحرج اللي هي اكستريم ايه من النسخة الحمراء اللي كانت تنباع قريبا في المتجر، وعندك كرة قدم برازيلية جديدة اللي هي الوانتو مع نفسه تجي من النسخة الحمراء الكاش العادية، وتجي من تجي بعد من نسخة كاس العالم الحمراء. وسنتانا الهدن حقه يعني اشوف انه ممتاز جدا جدا ممتاز، وانا اشوف انه حاليا سنتانا هذا راح يفيدك في فريق امريكا الجنوبية ملون اكثر من الفست. انا عن نفسي راح استعمل هذا سنتانا وما راح استعمل فست، حتى ممكن احط هذا بدال هينو بعد. ليش؟ علشان 2% حقته وعلشان 35% حقت مهاره خاصه حقته للتسديد، شيء مو طبيعي. طيب فالهدن حقه يقول لك يزيد حجم استهلاك طاقه تحمل اللاعب خاصه في المباراه 15%، ممتاز جدا. تخفيف تاثير خفض احصائيات 3% ضد لاعبي النوادي. طبعا تزيد احصائيات كلما زاد عدد لاعبي النوادي المملكه الجنوبيه في المباراه حد اقصى 15% حتى 3 لاعبين. هذا شباب انتبهوا منها، يقول لك تزيد احصائياتك اذا عندك لاعبي نوادي امريكا الجنوبيه وليست امريكا الجنوبيه، هذا يحط عليه خطين، يعني لازم يكون عندك لاعب من نوادي امريكا الجنوبيه، مثلا سوباسا في فريق ساو باولو، ليو في فريق شو اسمه في فريق حق سانتانا، وبيبي في فريق في فريق ساو باولو بعد. تمام. ولا تاثر بالمطر وبرك الملاء، فراح يفيدك بعد في شو اسمه الاكستريم رود الرابع. فها معلش طلع. طيب فهذا هو التحليل حق اللعيبه الاثنين، صراحه اللعيبه جدا جدا جبارين وممتازين، انا مره عجبني خصوصا يعني اوي راح يفيدني كثير انا شخصيا في فريق النوادي اللي سحب على فريق برشلونه كامل ويبي يعني يكمل فريق النوادي، فاوي يعني كرت مهم 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 جدا لك علشان يكمل فريقك ويعطيك ال 2% اللي انت تحتاجه في الملعب. سانتانا بصراحة انا متعجب جدا انه يكون اقوى من الفست، فعلا يعني لاعب قوي قوي جدا، واشوف انك يعني اذا تلعب الامريكا الجنوبية ملون فيفضل انك تحط سانتانا هذا، اما اذا بتلعب بفريق امريكا الجنوبية اخضر مع سوليداريتي فلا طبعا تحط سانتانا الفست، راح يخدمك اكثر من هذا سانتانا الى حد ما الى حد ما، يعني مو مرة مرة بس الى حد ما. ال 2% مرة مهمة خصوصا للحارس. اوكي شباب شكرا لكم العافية، نراكم ان شاء الله في حلقة قادمة من تحاليل الوايسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.